عطر احمر نتمنى الشفاء ان شاء الله والله يجيب لك الشفاء غير عاد الكرح مطلق ياك. اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر من الرشيديه. كيف ما كتشوفوا متابعي قناه الشعب، شابه متزوجه اللي مريضه مرض سرطان الثدي، الله ينجينا وينجيكم ويحفظها ويربي يشافيها ان شاء الله. حاله الله معاناه فقر رجلها غير على قد الحال. نخليكم مع القصه نتاعها. السلام عليكم. السلام ورحمه الله خويا. الله يجيب لك الشفاء ان شاء الله. الله يجازيك بالخير. الله يجازيك بالخير وللمسلمين. الله يجازيهم بالخير بيت ان شاء الله نشد ويساعدوني. حاله الله سبحانه وتعالى. ود المرض اللي تصابت به حمد الله وشكر عليه. الحمد لله. الحمد لله يكون ماشي وصلت لواحد الحاله اللي سميتو ما غاديش الحمد لله نقول مصبرة عندي سكنه فين نكون. كنت هي الكاريه وحيت بحال حيت بقى يمشي معايا الراجل كي يعطوني هكا رونديفو ويرجع مسكين يخدم شي مره كاع نجيو جايين ما كنلقاوش حتى المركوب باش نجيو. كنطولين نحزرو اليوم اللي جينا الصباح ثلاثة الصباح ثلاثة جينا والله الا وجهك بقينا غير في المحطه جالسين ناعسه غير فوق الكراسه حيت ما عنديش فين نكون. كنت هي الكاريه وبجهدني تمشيال كيديني الراجل ويجي يلاه ديك البركه عاد الا كفاتني وكيمشي معايا وعندي جوج د الوليدات خليها الوالده نتاعي الله يعطيها الخير وليك. وناس كيما قلتي الحمد لله على قد الحال. ندير واحد خواتاتي هكا مساكين كيخدموا خدمت هو اللي جاب الله بنات الحمد لله اللي عندي الحمد لله الله يعطيك الخير وشادي لي الوليدات مساكين الله يعطيهم الخير وليك هما اللي كيراعيو لهم ويتهلاو فيهم. نيتو كناشد الناس الله يجازيهم بالخير يساعدوني رانيت ما الحمد لله ولكن ما عنديش وحتى الراجل ضعيف له الحال وحتى الله وجهك الا مسكين كيبات في المحطه ويقلب غير فين يبات ماشي تقول ما عندي واش فين يبات ونيت ما عنديش باش نشري ما عنديش سبيل مرتو وسبيل انه اي والله يجازيك بالخير نيت باش يساعدني باش نتعالج كيقول لك اللهم بعدا نمشي معاك انت تعالج من بات في الزنقه ولا تجلسي هكا بهذا المرض بعدا انا كنت كنشوف هذا الرجال هكا اللي وقفوا تاع عائلته الله يسهل عليك الله يسهل عليك واقف معايا الله يوقف معاهم والله الا واقف معايا كيدير ما امكن مسكين باش يلقى يجيب ذاك المصيريف باش نمشي وكما قلتي كيخرجوا لي التحاليل الغاليين كيخرجوا لي خارج المركب يعني الله يحسن العوام التحاليلات الغاليين يعني والله شاهد وجهك حتى هذا الشيء هذه الليله يلاه ما كاينش حتى في الرشيديه الانسان انه يتعالج في الرشيديه داكشي اللي كاين ما كاينش الدواء في الرشيديه. راه قلت انا في الاول فين كنت تابعه في الرشيديه كنت ندير التحليله وهذا صيفطني طبيب المركب حيت قلت له قال لك انا ما عندناش الدواء هنا يكون عندنا راه حتى حنا زعما نفرحوا نساعدوكم نعالجوكم ولكن ما عطينش اللي جيه ما عندناش وكون عطي الله يجازيه بالخير حتى حنا ينقص علينا راه الا انا والله شاهد هادي عام وانا نمشي عام والصرف. فوقاش تصابيتي بهذا السرطان ديال الثدي؟ قول انا غاديه العماين باش تصابيت به غاديه العماين والحمد لله الحمد لله بعدا الحمد لله شوي شوي الحمد لله كيبان العلاج فيا اللهم لك الحمد. الحمد لله ولكن الاول كبرت والتالي ضعاف لي الحال من جانب المصروف وجانب هذا والله شاهد واحد المره الا مشينا حنا والراجل لواحد السيد هناك في فاس الا مشينا عطاوني تحليله ب 10000 ريال والله الا مشينا غير كنطلبوا كنطلبوا والله واحد السيد اللي دايز في الطريق الا بكثرت عيش شفيته وانا كنبكي وداك المرض فيا وهذا مسكين ورجع وعطاني 4000 ريال الحمد لله وكنطلب غير باش نلقى الحمد لله نولي لوليداتي لاباس ونحيا لهم عندي توك جوج وليدات صغيرين الله يطول عمرك ان شاء الله الله يطول العمر الله يطول العمر ان شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نتمنوا لك ان شاء الله الشفاء الحمد لله كيف ما كتشوفوا متابعي قناة شوف تيفي بعد ما كيف ما قالت السيدة انها كانت في الرشيدية كانت الحمد لله قبل يعني فين ولا فين تصابت بهذا المرض حتى الكره طلقوه كلشي طلقوه الراجل ولا كيبات كما قلنا غير كيقلب يبات غير في المحطه يقلب على خدمه من هنا ومن هنا باش انه يعالج المراه نتاعو يعالج الزوجه نتاعو. هي مشات لعند الام نتاعها فين كاينه هي في مدينه
أفوت. مشات للأم ديالها يعني الأسرة الأم نتاعها، حالة بسيطة ضعاف وكنا ضعاف الحمد لله قدام وجه الله، نتمنوك ان شاء الله الشفاء وربي راه غادي يكون معاك ان شاء الله. الله يجازيك بالخير. شنو هو النداء ديالك للناس اللي كيشوفوك؟ الله يجازيهم بالخير، كان ناديو لي ويساعدني الله يعمر يجازيهم بالخير ويشفق فيهم ويخلي لهم وليداتهم ساعدوني في دوير ما كتبش ما عنديش و... يلا جيت واخا المرض فيا وهذا كنت في المحطه نعسه والله شاهد الراجل لا مسكين بالليل كيبقى هو مسكين انا نعسه وهو فايق كيراعي لي وهذا الله يخليك يلا يعطيه داكشي حسنات والمسلمين. هي الصراحه ساعدني مسكين كيسمح فراسو ويجيب لي الا انا ما ناكل وهذا كيقول لك هيل تعالجي انت هذيك هي الدنيا عليا والله لك الحمد الحمد لله ما واخا الله عطاني الحمد لله هذا المرض عطاه لي الله الحمد لله وشكرا الحمد لله الحمد لله افتكرني الله ولكن شكون لي يكون انا مضعيف ليش لحال والله وعندي الدار اقسم بالله والله شاهد عليا والله ما نهضر مع الناس الله يجازيهم بالخير وما نقول لهمش حالتي والله ما نقولها لهم الصبع يعني عندي الدويره الدويره دروك اللي ميت مهزومه عندي ما عنديش الدويره كبيره غادي يكون معاك ان شاء الله الله شاهد الله يجازيهم بالخير ونتمنى تم المحسنين ان شاء الله يعاونوك ويكونوا معاك راه درنا الرقم ديالك درنا الرقم ديالك في البث المباشر قولي الرقم ديالك الناس باش يسمعوك واخا الله يجازيهم بالخير 07 77 38 25 63 عاوديه لهم باش يسمعوه 07 77 38 25 63 هذا هو الرقم نتاعك هذا الرقم فيه واتساب لا ما عنديش والله شاهد مع نيت المرض وهذا عندي التليفون العادي وكنخدموا به حنا والراجل درجة رقم واحد كتخدموا به هي رقم واحد دايرين حنا والراجل يعطيهم الخير حيت ما عنديش باش غادي نشري البصمات ولا هذا راه الله راه كيشوف ويا انا خليها للراجل حيت هو خدام هنا في الرشيديه في البني خليه له بعدا هو كيباشن شويه به وهذا قلت علاش نشدو انا ويبقى بلاش حتى الا الله يجازيهم بالخير حتى الا هضروا وتكلم له الراجل هذاك راه راجل الله يجازيه بالخير الراجل نتاعي كيف ما كتسمعوا متابعي قناه الشعب قناه شوف تيفي الحمد لله ودعواتكم الطيبه اللي الحمد لله ان شاء الله توقف معاها ويكون معاها الحمد لله بنت بوجهها مكشوف حكات على قصتها وحكات على مرضها الله يشافيها ويخلي لها الوليدات نتاع وليداتها ويخلي لها الزوج نتاعها لدرجة أنهم عندهم رقم بسيط رقم عادي تليفون عادي كتستخدمه هي والراجل بحكم أنها هي كتجلس عند والدها في أرفود وهو كي يمشي من أرفود للرشيدية ويقلب على حاله باش أنه يتم العلاج ديال هذه السيدة ديال مرته الله يخليها ليه ويخليك ليه ونتمنوا لك ان شاء الله الشفاء الله يطول عمرك ونشوفك ان شاء الله بصحه جيده ونشوفك ان شاء الله باحسن حال واخا الحمد لله والمسلمين كتبكي الحمد لله ولكن الدمعه عندك ولكن الابتسامه ما كتخفاش ربي راه غادي يفاجئها عليك والله يخلي لك حتى انت والديك وهاد الناس الله يجازيهم بالخير حتى اللي ساعدني واللي ما ساعدنيش كنتمنى له الخير وعلى يضر شي مسلم امين يا رب. انا الحمد لله واخا عانيت في المرض كان الحمد لله ونشكره وعلى يضر شي مسلم كنتمنى للبشر كامله الخير والله يجازيهم بالخير هذا الشيء ما نقول له هذه هي كلمه كلماتها الاخيره نابعه الحمد لله من القلب نتمنوا لها ان شاء الله الشفاء متابعي قناه شوف تيفي كنتم معنا في هذا البث المباشر من مدينه الرشيديه وان شاء الله متابعي قناه الشعب الى بث اخر وموضوع اخر ان شاء الله الله يجيب لك الشفاء ان شاء الله والله يكون معاك نتمنى لك ان شاء الله كل شيء ان شاء الله يدوز بخير الله يخلي لك والديك امين يا ربي الله يعطيك الصحه ويعفو على داك الواليد